متعود دايما ان انا اروح اجيب الولد او جدته او امه يعني اللي فاضي فينا بيروح يجيب. فانا في اليوم ده راح اجيبه من المدرسه، طلعت زي ما متعود بطلع اروح اجيبه من المدرسه من الفصل، فبسال الميس بتاعته اسمها ميس مروه فين سيد، فابتسمت في وشي قالت لي سيد متعور. طبعا غضبت وزعلت وزعقت زي اي حد يعني، انا يهمني اشوف الولد. جالي تليفون من والدتي، تعالي ابنك مش موجود في المدرسه، ده هو في المستشفى. طب يا ماما في ايه؟ قالت لي انا معرفش، ابنك في المستشفى بيموت. طبعا لان هي مش فاهمه هو اصلا في ايه، فطبعا جريت من شغلي وانا مش عارفه اصلا الولد في ايه. طب في ايه في ايه؟ قالت لي يا بنتي احنا ما نعرفش، احنا روحنا المدرسه ما لقيناهوش. طب الولد فين؟ طب فين؟ قالت لي في المستشفى، مش راضين يقولوا لنا اسم المستشفى. على ما انا رحت طبعا كان والدي خده وجرينا، رحنا عملنا تقرير، الدكتور قال لنا ان انا اللي خيطت الجرح السيد، وان في قطع دائري على في الصباع الصغير والصباع اللي في الوسط، وان الضوافر اتشالت تماما. رايح اعمل حمام، حطيت ايدي واتفرج كده على الحمام وانا مش واخد بالي، محدش واخد بالي. قفلت عليا الباب كانها مش عايزه تفتحه، ومش عايزه تفتحه خالص. هما انا قلت لهم لو رحت المدرسه دي تاني هموتني. الاول غسلت ايدي، رحت قعدت وجابوا ترابيزه كده وعليها طبق وعليها جواها مرهم اسود، وجابوا خياطه وخيط عشان يوصلوا ايدي، قصوا ايدي وعايزين يلفوا المره الخيط عليا. وبعدين قررنا من المستشفى، رحنا المحضر كده تاني المستشفى وروحنا.